اللعب رضا عيد لعباس قاسم غيابات مؤثرة لفريق الزوراء حدث عن سامال سعيد وعن جلال حسن وكذلك عن صف عماد على سولي نورو سولي لاعب الغاني الى عمر ابو كريشة لجلال عملية تمرير سولي والابعاد من حمزة حبايب بين بداية اللقاء الهجوم سنتكلم عن تشكيل الفريق بعد هذه الكرة ابو كريشة يلعبها ابعاد من دفاعات الميناء السعودي عباس تمرير كرة ممتازة سنبحث عن هدف مصطفى هادي قطع للكرة عمر إلى سولي سولي لشوكان محمد جبار إلى تالا إلى سولي لاعب الغاني مساحة لعب فريق الزوراء شوان تالا سولي الغاني العملية ويا مساء الخير تفضل مساء الخير هشام تحية لك ولضيفك الكريم حاضرة لهذه المباراة طبعا من البطاقات قياسا بما قاد من المباريات يعني معدلة بطاقتين لكن عنده 11 حالة طرد لزيد ثامر في هذا الموسم هل يمكن أن نشهد حالة طرد في هذه المباراة عموما لدينا فقط انذار واحد على عقيل مهدي مدافع مقطوع الكرة محمد علي عبود كان مصطفى محمد يمر بشكل صحيح ويلعب كرة لكن ابعاد كان من سولا حلوة لمصطفى محمد مع الكرة شوف اللي لعبها مصطفى لكن كان العملية السابق وايضا هو ثالث موسم إلى قادم من الحدود امامنا احمد يبعد كرة عالية تحدثنا عن 65 لقاء سابق بين الفريقين عبر الرياضية العراقية 8:30 ان شاء الله اليوم نفطوا للوسط بعد فوزه يوم امس بهدف وحيد على الصناعات ايضا 44 نقطة نفط 3 العملية نتيجة ايجابية ما يتعلق بفريق القوة الجوية فهو يحاول من خلال هذه المباراة امكانية اللحاق بفريق الشرطة والابقاء على فارق النقاط الثمانية على اقل تقدير بايش يلعب كرة امامية علي يوسف علي سيطر على كرته علي يسدد كرة لكن قدم مالك مرة اخرى كرر نبيل كرة قصيرة هاتخذ يدخل كرار يدخل يلعب الكرة لكن رأسية سولا أداء كبير أمامية الكرة ملعوبة لفريق القوة الجوية سلمون الآن اللي بدأ يلعب مهاجم ثاني مع حمادي خطأ هذا أضاف حكم المباراة زي ثامر كوقت بدل ضائع سلمون مصدر خطورة كبير خصوصا بالدقائق ال 15 الأخيرة سلمون يمر قريب منه سولا شيء دوري هذا الموسم وحتى في 29 يعني الأمر جيد لكن نخاف أن يبتعد إلى شهر آب سلمون كرة الأخيرة لفريق القوة الجوية تغيير من هناك لا على سيام للعب الكرة تالا يقطع الدانة عثمان عملية تمرير حاول حكم اللقاء لا يشير الى شيء انطلاقه من هناك راجع الكرة سولي من هناك لحمزة تالا عيدها من كاميروني الى غاني ميناء السفانة قراءة جيدة من يلعب الكرة لحسين عبد الواحد راجع الكرة استقبال جيد من دانا عثمان لكن القطع من هناك طبعا زيارة ثالثة للبصرة بالنسبة لأربيل هذا الموسم حمزة قريب سولي
للميناء ومتابعة طبعا من عملية انطلاق الآن من أسو ورستم بعد للكرة الكاميروني التالع عملية تمرير الميناء إلى عملية تمرير من دانا إلى اليسار عالية لفريق نادي أربيل أسو وخطيرة لكن قطع من حمزة يمر بشكل ممتاز البرازيلي تياغو لأربيل داخل منطقة الجزاء وضاعت الكرة مباراة رتيبة مباراة يعني الأهداف غابت